السيرة مش مجرد حروف هتترص وتعمل كلمة وسطر وصفحات. السيرة مواقف، لحظات وأيام بتعيشها، وأحلام فيها اللي تحقق وفيها اللي هتستناه وفيها اللي ملكش نصيب فيه. انتصارات وهزايم، دموع وفرح، ابتسامة وتكشيرة، إصرار وتنازل، وجروح اتحملتها وجروح اتسببت فيها وغيرك اتحملها، محطات جريت فيها، أوقات لحقت القطر وأوقات فاتك، زاوية شفت منها وزوايا شافوك منها. السيرة انت بطلها، وأوقات تانية كومبارس فيها، حياة عشتها وحياة عاشتك. السيرة انت. رنت الزغاريد بدير ابن السعيد، بيتجوز فاطمة بنت كفر الشيخ. بدير كان بيجي مع أبوه وعمامه الكفر الشيخ عشان يراعوا تجارتهم، ومع الوقت استقروا في الكفر، حتى إن المنطقة اللي سكنوا فيها اتسمت عزبة الصعايدة. بعد ما ربنا رزقهم برضوان ومحمد وصباح، بدير طلبوه في التجنيد، سافر القاهرة وقرر إنه يتطوع ويكمل عمره في خدمة بلده. فبعد جاب فاطمة والولاد يعيشوا معاه، وفي القاهرة ربنا رزقهم بعيدة وزينب وبطلنا ومصطفى وعزة ومحمود وعزت وسلوى. العيال عزوة، أيوة الحالة على قد، بس بدير كان مجتهد، بنى بيته في حدائق القبة ولم 11 عيل حواليه، وفاطمة زرعت في قلوبهم الرضا والحب، وده اللي كان مخليهم رغم الزحمة يشوفوا الدنيا واسعة. بدير اللي كان ظابط كان راجل طيب، يتحط على الجرح يطيب، عمره ما ضرب حد من عياله. مش بس كده، عمرهم حتى ما سمعوه بيزعق، كان كل هم مساعدتهم. أما فاطمة فكانت برضو كل الطيبة فيها. كنتوا مستنييني أقول لكم إنها النص الشديد في البيت؟ الحقيقة لا، كان بيت كله خير وطيبة. ست كانت بتجري على 11 عيل وطلباتهم، حاجة مش سهلة أبداً، لكنها كانت ست عظيمة وقدرت تأدي دورها بكل إخلاص. بطلنا رغم إنه ما كانش الكبير، إلا إن كان ليه مكانة خاصة في قلب أم وأبوه. يعني مثلاً لما كانوا يتلموا على الطبلية، كان بدير يدي لكل واحد من الولاد منابه من اللحمة، ويشيل منابه هو على جنب، ويفضل باصص لبطلنا مستني ياكل منابه، وبطلنا يفضل مؤخر نفسه مش عاوز ياكل عشان عارف أبوه هيعمل ايه. بدير كان أول ما بطلنا ياكل حتة اللحمة يحطله منابه هو في طبقه، بطلنا يقوله ليه يا بابا أنا كلت، ما تاكل انت بقى، لكن بدير يرفضه بإصرار. كان بيحب ياخد رأيه في كل حاجة ويعتمد عليه في أي مهمة عاوز يخلصها. كمان فاطمة كان بطلنا ليه في قلبها مكانة غير باقي العيال، ومن كتر حب بطلنا ليهم بقت أكبر مخاوفه إنه يتفاجئ يوم برحيلهم. مخاوف اتحولت لعقدة كبرت جواه من وهو عنده 10 سنين. بطلنا بقى شخصيته كانت عكس العيال. في الوقت اللي الكل فيه ينزل الشارع يلعب مع ولاد المنطقة، هو كان يطلع السطوح ويعيش مع نفسه، يمثل أدوار شافها وشخصيات قابلها، يشوف أفيشات الأفلام في الشارع فيقرر لوحده أنه يدخلها. وفي سينمات سهير وكارمن ومصر عشق السينما، وبقى مصروف الصغير كله رايح عليها،
ولما كبر شوية وبقى في إعدادي كان يروح سينما الفلوجة. السينما دي كانت بتعرض 3 أفلام في بروجرام واحد، يعني يا بخته يا هناه، يروح يقعد على الدكة في الصالة ويشوف فيلم والتاني وفي التالت ينام بدير، لأنه عارف هوس ابنه كان لما يدور عليه بالليل وما يلقاهوش يروح على السينما على طول، وبكل طيبة يشيله ويرجع بيه البيت وهو نايم. في مدرسة هارون الرشيد لقط الأستاذ عبد المقصود موهبة بطلنا، فخلاه يكتب أول مسرحياته ويخرجها كمان. الهوس زاد عند بطلنا، طب يعمل إيه؟ دور على فرق الهواة، راح مراكز الشباب زي مركز شباب بدران ومركز شباب حلمية الزيتون عشان يشوف المسارح اللي فيها، وهناك لقى نفسه بقى يخرج مسرحيات وياخد فلوس قليلة بس كويسة. وقتها قال خلاص أنا لقيت سكتي، شغلانة بحبها وبتجيب فلوس كمان، يا فرج الله. بطلنا كان يمشي من بيته في حدائق القبة لعماد الدين عشان يدخل سينما هناك، يكون معاه 6 قروش يروح يشتري علبة كشري ورغيف عيش ويدخل السينما ب3 قروش ويرجع من تاني البيت. احنا بنتكلم على مسافة كبيرة بس هو مبسوط وفرحان. مرة وهو ماشي في ميدان رمسيس لمح على الأرض حاجة شبه الفلوس، جري وقف عليها وبقى بيبص يمين شمال خايف حد ياخد باله، وطى وكأنه حيهرش في رجليه لغاية ما خدها في إيده وخاف حتى يبص عليها، وفضل ماشي كده لغاية ما دخل حدائق القبة، وهناك اطمن إنه يفتح إيده عشان يلاقي مفاجأة طيرته من الفرح. كانت ورقة ب50 قرش بحالهم. راح محل وقال له فكهالي قروش، وقال كده معاه فلوس تدخله السينما شهر كامل. رجع بطلنا البيت بقى يبص في جيوب قمصان اخواته، اللي ما يلاقيش في فلوس يحط له 2 أو 3. ال50 قرش خلصت بس سعادته كبرت ما خلصتش. في الثانوية العامة جاب بطلنا 80% ودخل كلية الآداب وفيها كمل هوايته في مسرح الجامعة. وبعد ما خلص كلية جاله صاحبه فرجاني اللي كان شغال مساعد مخرج في التلفزيون وقال له طالبين يعينوا ممثلين في الإذاعة، روح قدم. بس يا عم ناس كتير بتقدم، روح وجرب هيحصل ايه. راح وامتحن واتقبل واتعمل له أجر 4 جنيه بحالهم عن كل عمل. كان بيفضل قاعد في الإذاعة عشان يشارك في أكبر عدد من الأعمال، وما آخر الأسبوع يبقى معاه 15 جنيه مثلا، حاجة آخر سعادة يعني. وفي يوم من أيام رمضان اتصل بيه واحد صاحبه وقال له تعالى وهات واحد صاحبك يكون طويل زيك عشان تعمله دور في فيلم مع يوسف شاهين. بسرعة كلم فرجاني وتحايل عليه يروح معاه، وطول السكة عمال يدي نصايح ووصايا عشان يعرف يمثل. يا فرجاني ربنا يرضى عليك، يا فرجاني ربنا يرضى عنك، لو فشلت الأستاذ حيطردنا احنا الاتنين، ومستقبلي حيروح، مستقبلي في ايدك، انا حبصلك لو غلطت مش حسيبك. فرجاني اصلا جاي غصب عنه ومش عاوز يمثل. المهم ركبوا الاتوبيس لقرب الاستوديو، وبعدين ركبوا تاكسي. بطلنا يحب يحبك منظره برضه، وهناك دخلوا ولبسوا الشخصية وقعدوا على الأرض مع صلاح أبيل. شاهين قال بروفا، أبيل قال كلمته، بطلنا بعده، وبعدين فرجاني اللي من الخوف صوته كان طالع بالعافية. شاهين قال عيدوا مرة واتنين، بعدين قعد جنبهم وقال لهم عيدوا كمان، وراح ضارب بطلنا في كتفه وقال له يا أخي ما تبقى طبيعي زي صاحبك. طبعا طول الطريق وهم مروحين فرجاني فضل يتريق عليه. مرة تانية كلموه وقالوا له هات بدلة وتعالى على جريدة الأهرام، هتعمل دور في فيلم العصفور مع يوسف شاهين. راح البيت ما لقاش البدلة الوحيدة اللي عنده مش جاهزة، اتضايق قوي ونزل جري الأهرام وهو حاسس إن مستقبله حيروح. وهو هناك قالوا له في واحد بيسأل عنك. نزل لقى أبوه واقف ببدلة مكوية وجايله بيها،
ما كانش عارف يعمل ايه من يومها، وصورة أبوه في جيبه ما بتتشالش أبدا. الأدوار بدأت تكبر واحدة واحدة لغاية ما رشحوه يعمل دور في مسلسل الغربة، دور صغير بس بطلنا ذاكره كويس. تعرض المسلسل من هنا ومصر كلها كانت بتقعد في البيت تتفرج عليه، والكل ماشي يردد الكلمتين اللي بطلنا كان بيقولهم بطريقة مميزة: هالراس جاي، هالراس جاي، لدرجة إن الناس كانوا مسميين المسلسل هالراس جاي، والصحافة تكتب مسلسل هالراس جاي، والكل خد باله إن في ممثل شاطر لازم ياخد فرصة أكبر. فرصة ورا فرصة لغاية ما شارك في مسرحية بكالوريوس بحكم الشعوب مع نور الشريف، وقتها حقق دوره نجاح كبير وشاور أكتر عليه، ووصفته الصحافة بصاروخ الكوميديا الجديد عشان ياخد فرص أكبر، لغاية ما يخدمه الحظ ويعتذر حمدي أحمد عن دوره في مسرحية ريا وسكينة ويقدمه بطلنا، ومنه يبقى واحد من نجوم الصف الأول، يبقى أحمد بدير. منورني. ربنا يخليك. اتأثرت. لا ده انت يعني عملتي لي فلاش باك، بس اجمل فلاش باك في حياتي. يعني في حاجات كتير انا ما كنتش فاكرها، فلما شفتها دلوقتي استرجعتها وحسيت بمتعتها. العمر بيجري بسرعه قوي قوي، بس بجماله، بكل مرحله، كل مرحله جميله، كل مرحله ليها ظروفها، سواء سعيدة مش سعيدة، فيها شقة ما فيهاش، كل المراحل دي في النهاية بتكون الإنسان، يعني بتحسسه برحلته في الحياة. وكونت لنا فنان حساس وجميل. الحمد لله. أستاذ أحمد، عيلة من قلب صعيد مصر، من هنا تحديداً، حتى ما نقلتوا كفر الشيخ حوضتوا بعضكم وعملتوا عزبة الصعيدة. أب وأم، 11 ولد وبنت، الأجواء دي تخرج كوميديان ولا تخرج شخصية جد قوي؟ هو أنا ما أعرفش، يعني أنا ما فيش حد من إخواتي كلهم له صلة بالفن أو بقت هواية له أو حاجة، أنا الوحيد ما أعرفش حاجة كده الشيطانية يعني، وما أعرفش إيه السبب. يعني من وأنا صغير الولاد يلعبوا في الشارع، يلعبوا كورة، النطة، مش عارف، أنا الوحيد اللي منعزل، وأقعد فوق السطوح وأجيب صندوق أحذية كده ومجلة سمير أو ميكي ألزق الصور وأقعد أحكيها بقى وأمثلها، ما أعرفش إيه السبب. وإنت طفل كان دمك خفيف؟ لا مش خفيف ولا تقيل يعني كان الطفل العادي، إنما ما كانش حتة الكوميديان دي أو إن أنا أضحك في دماغي خالص، بالعكس أنا كنت أقرب إلى التراجيديا منها إلى الكوميديا. في مقولة يعني كده كان قالها لي علي سالم الله يرحمه الكاتب الكبير، قال لي الكوميديان لازم يبقى كله مشاعر وأحاسيس وأقرب إلى الحزن عشان يضحك. أنت شخص حزين؟ لا مش حزين قوي يعني لا بس بره التمثيل يعني ممكن تقولي يعني منعزل، ساكت، ما بتكلمش كتير. الفترة اللي بضحك فيها من قلبي هي لما بقف على خشبة المسرح ساعتين أو ثلاثة وأضحك الناس، هي دي أسعد لحظاتي، لأن أنا بضحك من قلبي معاهم، وبحس إن أنا عملت شيء رائع، إن أنا أخرج إنسان من همومه ومشاكله، بكرة عنده مصاريف مدرسة ولا شغل ولا ظروف عائلية ولو لوقت قصير، فأنا بخرجه في الفترة دي وبضحكه من قلبه، فبحس إن أنا عملت شيء رائع. اتولدت فين؟ في حدائق الأب. يعني لا عشت في قنا ولا عشت في كفر الشيخ؟ وما عرفتش إيه حكاية كفر الشيخ وقنا دي إلا قريب. قصة حب كانت بين الولد والوالدة؟ أكيد اللي يجيبه من الصعيد علشان يتجوزها في كفر الشيخ إلا إذا كانت عجبته الله يرحمهم. الله يرحمهم. رقم 6 من بين أخ وأخت،
يعني جاي بالظبط نص العنقود. آه. نص العنقود، يعني واعي للي اكبر منك واعي برضو للي اصغر منك. مزبوط. كنت شايف معاناة الوالد والوالدة في ايه بالظبط وانت بتراقب كده، كنت حاسس بيها؟ يعني هما كانوا بيحاولوا طبعا يوفروا الحد الادنى من الحياة، لان ما يعني 11 ده يكسروا ظهر اي حد، فعلى قد ما كانوا بيقدروا يعني كانوا بيوفروا لنا الحياة البسيطة اللذيذة، يعني ممكن يخبزوا في البيت، ممكن حد وايام العيد الكحك يتعمل والصواني في البيت، ولما نقعد ممكن والدتي الله يرحمها الصينية وتحطها على الوابور وتشوي سمك عليها، كانت حياة لذيذة، كانت اللقمة حلوة قوي. ولما نقعد على الطبلية بقى كلنا يا متعة. 11 وأب وأم. آه. بتقعدوا على طبلية ولا طبليتين؟ مش هتقضيكم طبلية؟ لا والله طبلية، بس ممكن واحد يبقى كده والتاني بزاوية شوية. لو كلهم رفيعين سمباتيك زيك يبقى هتقضي. أنا زمان كنت رفيع، ده أنا والدي الله يرحمه ياسين إيدي كان أهم حاجة إن أنا أملى، لأني كنت رفيع جدا، فكان بيجيب لي حاجة اسمها مربة خرز البقر. آه. دي علشان عشان تتخنك شوية. كنت صعبان عليه، كان شايفك هفتان عشان كده كان بيدي لك منابه من اللحم. هو هفتان من غصب عننا. من وانت صغير عندك مكانة خاصة في قلب والدك وفي قلب والدتك، رغم إنك أنت الرقم 6. مظبوط. والدك عرفنا كان السبب ايه، كان عايز يغذيك فبيدي لك منابه. والدتك كنت بتشوف مكانتك عندها ازاي؟ يعني الموقف اللي كان بيخليك تقول انا مكانتي عند ماما مختلفه مش زي اخواتي. والله هو مش مساله ان انا مميز عنهم، بس انا كنت بحس دايما ان هم يمكن فعلا عشان انا اياميها كنت مسلوع كده، ان انا محتاج اهتمام اكتر، او ان انا في النص عشان ايه ما اقعش بين اللي قدام واللي ورا، فكان في اهتمام. لا هم والله طبعا كل انسان بيقول على ابوهم ودول اجمل حاجه في الدنيا طبعا. انا طبعا بالنسبه لي دول يعني كانوا روحي وحياتي، يعني كانوا طيبين زياده عن اللزوم، يعني عمرهم صوتهم عالي، عمرهم ملاموني او حد من اخواتي حتى. لا انت عارفه طيبه الصعيده مع الريف، مع احساسهم بان هم بيربوا كيان كبير، فده كان بيخلي برضه فيه هدوء وسكينه والمعامله بتبقى هاديه. لا يعني الله يرحمه الحاج بدير كان بيتكلم صعيدي؟ لا. اه والله. اه كان بيتكلم كفر الشيخ طبعاً ولا ايه؟ قعد مده كبيره في هنا، بس لما راح بقى ما هو الزوجه تخلي جوزها يتكلم هندي. يعني كانت ام احمد الله يرحمها. لا كانت طيبه بس مؤثره. تاثيرها قوي. كان تاثيرها قوي. هي دي الست المصريه. طبعا طبعا. مصروفك كان كام وانت صغير؟ شوفي اعتقد ان كان في اليوم 3 سعر، بس في العيد كان بيبقى 25 قرش يعني العيدية. يعني ده كتير قوي من 3 سغلة 25 قرش ده في العيد بس. وعلى 11 كل واحد ياخد 25؟ في العيد لا. انا بس 25. انت صاحب المكنة. 10 يا بس عشان هفتان برضو. لا وعشان خليه يشتري حلويات. بخش السينما كتير. فكانوا بيلغوني. كانوا مقدرين يعني حبك للفن. ما اعرفش ليه يعني ما اعترضوش، وحتى انا في الاعداديه عزمتهم. بس الولد اعترض في الاول. انا في الاعداديه عزمتهم على مسرحيه كنت عاملها، وهم اتفرجوا كانوا مبسوطين جدا، والدي ووالدتي في المدرسه. بس لما جيت تحترف الولد اعترض. لا والله هو اللي اعترض يمكن اخويا الكبير الله يرحمه. بس الوالد برضو. انت قلت ان هو كان يعني مش على هواه قوي الموضوع. لا يعني هو عارف ان المساله دي صعبه، اصل انا قعدت فتره كبيره مش مهتم ان انا اطلع في التلفزيون او امثل او اتشهر او اتعرف، انا كان هوايتي ان انا امثل بس، فعشان كده اشتغلت فتره طويله في مراكز الشباب والساحات والمصانع واخرج والف، فما كانش في دماغي ان انا احترف او ان انا اخدها مهنه. لا انا بمثل، انا بحب التمثيل والكتابه والاخراج،
وممكن أروح مشاوير و... ما كنتش بتحلم بالشهرة؟ لا ما كانش في دماغي. غريبة. آه والله كان في دماغي بس إن أنا أمارس حاجة أنا حبيبها. لما بدأت بقى موضوع الإذاعة ده فحسيت إن الله ده أنا بمثل وفي حاجة دخلت لي بقى في 4 جنيه وفي النص ساعة. لا ده حاجة جميلة. ده أنا اتغنيت. فبقيت أهتم إن أنا أروح الإذاعة دي أقعد من الصبح لغاية بالليل لأني ممكن أنت عملت حاجة. لا أنا تعالى خش قول جملتين هنا في الإذاعة. فكانت لذيذة يعني الإذاعة دي عايشتني فترة طويلة كويس. 11 أخ وأخت. كنت بتهرب على السطوح عشان تلعب بالصندوق الخشب وتمثل. بس لما كنت بتلعبوا ال 11 مع بعض بتلعبوا ايه؟ لا ما انا كنت لوحدي برضو. برضو؟ يعني منعزل عنه. وحتى لما كبرت؟ ليه؟ ما حتى في البيت اللي ابويا الله يرحمه عمله وكان فيه اخواتي قاعدين في حدائق القبة. في حدائق القبة منهم اختي ليا متجوزه اداني اوضه بباب مستقل لوحده. ليه؟ عشان انا بألف وبمثل وفي اصحابي بيجوا لي بتوع التمثيل. بس ليه من وانت صغير ليه بعيد عن اخواتك شويه؟ لا مش بعيد، مش منعزل عنهم، لا يعني بس كل واحد له اهتماماته اكيد. مش بس ما فيش حد في السكه بتاعتي دي شجعني ان انا اتواصل معاه او ان احنا نبقى مع بعض. ما فيش. لسه بيت العيله موجود في حدائق القبة؟ ولسه في مصطفى اخويا قاعد هناك و لا في ثلاثه قاعدين والتوفت الله يرحمها ليها اولادها قاعدين. الله يرحمه. الجسم الرياضي خليني اقول من وانت صغير من كتر المشي كنت بتمشي من حدائق القبة لعماد الدين ومن عماد الدين لحلمية الزيتون. مظبوط. علشان توفر؟ لا عشان ما معيش فلوس. ايوه وعشان توفر؟ مش عشان اوفر. عشان مضطر بس. عشان معايا فلوس السينما بس يا دوبك. لما كنت اروح عماد الدين فاجيب طبق الكشري ماكلوش في علبه. امال تاكله فين؟ رغيف بلدي افتحه واملى الرغيف واتني في السينما قاعد لغايه الاول كان بيبقى فيه مقدمات بقى واعلانات واغاني ومش عارف ايه ونشره وحاجات كده. استنى لغايه ما يبدا الفيلم وابدا اكل الكشري وتلذذ وانا بتفرج على الفيلم. كان الاثنين مع بعض اكل الكشري وبتفرج على الفيلم. فكنت بتحطه في رغيف عشان تشبع عشان هتقعد تشوف 3 افلام ورا بعض. طبعا وهو لو اكلته لوحده مش هيشبع. مش هيعمل حاجه. اما لقيت ال50 قرش في الشارع وابتديت تحط لاخواتك في جيوبهم عرفوا ان انت يعني سالوا الفلوس منين؟ لا ما هم كانوا بيعملوا معايا كده برضه. بس سالوك جبت الفلوس منين؟ لا ما هو عارفين ان انا مش حرامي اكيد. كان عندك كام سنه وقتها؟ كان 13. المفروض كانوا يستغربوا 13 سنه و50 قرش كانوا يعني لا كتير ما قوي. ما بانش اصل انا لما رحت البقال وقلت له فكني دي جبت حصاله ورحت حاطط فبقيت انزل من الحصاله كل واحد قرشين ولا 3 واحط له فالحصاله موجود فما يبانش يعني كان انا وفرت او ابويا اداني من وراهم معاه. ما فكرتش تدي لباباك الفلوس ليه؟ لا لان هو اللي بيديني يعني. ولا رزق وجالي بقى سيبوني امتع نفسي. والله انا قلت ده يعني نداء الفن. يعني دخلت كلية الآداب جامعة القاهرة وكنت هاوي للتمثيل، ليه ما فكرتش تدخل معهد فنون مسرحية؟ ما جاش في دماغي خالص، ويمكن حتى ممكن ما كنتش أعرف، لأن كان أكتر اللي شغالين كانوا جامعة. يعني أكتر يعني عملت مسرحية مع يحيى الفخراني وإخراج محمد مرجان وانا وهم في الجامعه وعملت في المنتخب بتاع الجامعه وعملت حاجات كتيره فكان الجامعه خرجت ناس كتيره جدا. مين كانوا دفعتك من الزملاء؟ يعني لا كان في احمد راتب الله يرحمه ويحسن اليه
وكان في بقى في ناس ما كملوش، بس في مجموعه عطلت في السكه او اكتفت بالتمثيل الجامعي وخلاص ما كملتش. اشتغلت وانت بتدرس؟ اشتغلت تمثيل. تمثيل بفلوس؟ اه بخرج للمصانع والشركات، ومصنع الصابون اخرجت له، ومصنع حربي، و لا حاجات كتيره مارستها. يعني قدرت تعفي الوالد من مسؤوليتك الماديه؟ لا كنت بكتفي يعني كنت بأرزق. يوم ما رحت لبابا وقلت له ان انا خلاص قررت اشتغل ممثل وانت خريج كليه الاداب، احكي لي الحوار اللي حصل بينك وبينه. لا ما هو عارفين ان انا بمثل اساسا، سواء كلية مش كلية حمثل، فهم راضين بالأمر الواقع. المهم إن هم يعرفوا إن أنا خلصت وإن أنا بشتغل في التمثيل. كان في مسرحية بيخرجها السيد راضي الله يرحمه، وبعدين كنت أنا بعمل مسرحية مع محمد راضي الله يرحمه وأخوه مخرج السينما لصالح العمل الفدائي، وكنت عامل دور لذيذ كده شويش وكوميديان ودم خفيف وحاجه كده. فلما خلصت العرض وانا رايح القهوه اللي بقعد عليها في شارع الجمهوريه دي، فيها كريم الشلب الله يرحمه وابراهيم عفيفي المخرج الله يرحمه ومظهر ابو النجا الله يرحمه الله يرحمهم جميعا الله يرحمهم جميعا، فقالوا لي اسكت ده السيد راضي عايزك لانه اتفرج على المسرحيه. قلت له عايزني فيه؟ قالوا لي مسرحيه بيعملها في مصر عمر الخيام الاوتيل. فرحت جارس فرحان بقى فرحة الدنيا، فشاف قال لي يا بابا اقعد يا حبيبي اتفرج. قعدت اتفرج على المسرحية، سهير رمزي ومش عارف مين، نجوم بقى انا ما بحلمش ان انا اشوفهم. فاتبسطت جدا. فقال لي بص انت هتعمل دور جمعة. قلت له حاضر. قال لي جمعة ده جزء مدام سهير رمزي، انت هتخش عليها بعد كده هتقول لك مين جامعه مش عارف ايه ده في المشهد الثاني، بس مش النهارده، تيجي البروفه كل يوم. قلت له حاضر يا استاذ. حتى احضر البروفات ان يجي دور جمعه ده ما جاش جمعه. فجيت في يوم كان عندي اذاعه فتاخرت، خلصتها وقلت اروح برضه، انا بروح كل يوم ما بشتغلش. فرحت لقيت السيد رضا الله يرحمه وابراهيم عبد الرازق ده كان ممثل جامد قوي الله يرحمه برضه، كان من المنصوره وكان عمل مسرحيه والناس حباه قوي. فلقيته بيقول له يا ابراهيم انت هتخش ما دام سهير هتقول لك مين جمعه؟ قلت جمعه تاني. خد جمعه. خد جمعه. طب وانت ما خدتش جمعه ليه؟ ما سالتوش؟ ما سالتش. انا خدتها ماشي من عمر الخيام لغايه حدائق القبة وانا بعيط. مراتك كانت هتبقى سهير رمزي. وانا بقول لي يا ربي دي حاجة توجع عمري وازاي. والله ومش ازاي، وكنت زعلان جدا وحزين. اخوك رضوان كان رافض تماما الله يرحمه انك انت تمثل. امتى اقتنع بيك كممثل؟ لما بدات اشتغل ويشوفني في التلفزيون وفي المسرح فبقيت اعزمه، فكان سعيد بيا، شاف انك موهوب. في حد من عيلة الصعيد اعترض ولا؟ لا لا دول لوحدهم بقى في كفر الشيخ. سيبك من اللي في كفر الشيخ اللي في جنة واللي في، لا بالعكس في تواصل والله. لسه شايل صورة والدك معاك؟ طبعا لسه إلى الآن؟ والدي ووالدتي الله يرحمهم. وتحطهم في المحفظة ولا إيه؟ في المحفظة بتاعتي الشخصية وفي المكتب عندي. المحفظة معاك؟ لا دلوقتي لا فيهاش فلوس؟ ماشي فيها 50 قرش بس. ايه اللي وحشك من ايام اهلك زمان؟ قعدتي معاهم لما امي كانت تقعد على الكنبه كده وابويا الله يرحمه جنبها وانا قاعد في وسطهم. يقول لي عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ قال كويس، انا عملت مسرحيه مش عارف ايه، اخرجت ايه، الجو ده. كنت بحس بمتعه. عقدة الخوف من انك تفقدهم، تفقد الوالد او الوالده؟ من وانا عندي 10 سنين. كان سببها ايه؟ والدي بالذات الله يرحمه. ليه؟ كان اكبر من ماما بكتير؟ لا سنتين، فرق بينهم سنتين. انا اقصد عشان كنت بتخاف عليه اكتر من الوالده فافتكرت ان هو كان اكبر في العمر. لا بسنتين.
بس لقوا وانا عندي 10 سنين كانوا صغيرين يعني ما كانوش، بس انا ما اعرفش ارتباطي لدرجه ان انا لما اجي داخل الحته عندنا واكسر الشارع الرئيسي عشان اخش على الحاره اللي احنا فيها لازم ابص الاول اشوف في صوان ولا لا. للدرجه دي؟ اه. ليه في حد قريب منك مات مثلا؟ لا انا كنت حاسس ان هو لو توفى الله يرحمه يعني هيتجنن او يجرى لي حاجه من وانا صغير، وكنت بخاف عليه جدا. الشيء الغريب بقى انه لما توفى الله يرحمه انا كنت بعمل مسرحيه على الرصيف. الاول قول لي مين توفى الاول؟ والدي. كنت بتعمل على الرصيف، هتحكي لي الموقف ده، بس انا عايزه اعرف مسكت السكينه لاخواتك البنات يوم، هو الموقف ده يوم وفاه والدك. اه. ليه؟ بس انا كنت بعرض المسرحيه وكنت اتجوزت وقاعد في مدينة نصر، فساعتها فوت يوم كده بعد العرض أروح، هو كان مريض بقى تعبان يعني، ففي اليوم ده قلت لا لازم أعدي عليه، فعديت فلقيت أختي سلوى وأخواتي البنات قاعدين جنبه وهو على السرير وبيقروا قرآن وكده، وأنا مسكت إيده وطبطبت عليه وبوسته، بس هو شبه غيبوبة يعني. هم كلموك وقالوا لك تعالى ولا انت عديت صدفه؟ لا انا رحت يوميها. فقعدت جنبه فالفجر اتدن، فوانا بصلي وبقول السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله، الصوت عالي بتاع العياط. ففهمت على طول. فقمت جري فلقيت لسه البنات بقى انت عارفه الصويت يعني، ورحت جري على المطبخ ماسك سكينه وقلت لهم اللي هيصوت هذبحه. مفيش صوت خالص. ليه؟ لا حرام بقى، وانا مش عايز يتعذب بصوتنا. فقلت لهم اللي هيتكلم هذبحه، ما حدش صوت خالص. وتمسكت وربنا انزل السكينه على قلبي، ويعني الحمد لله انه عدت اللحظه من غير خساير. واجهت اللحظه اللي كنت خايف منها، عقدتك من وانت عندك 10 سنين. آه. ان بابا يحصل له حاجه بالظبط، وتوفى وانت معاه في الاوضه. واجهتها ازاي؟ كانت صعبه جدا جدا، كانت روحي رايحه يعني، انا ما كنتش دريان بحاجه الا ان مش عايز حد يصوت ولا حد يزعق ولا حد يعمل عشان روحه ما تتعذبش. اه يعني بنسمع يقول لك الصوت ده بيأذي الميت، وف يعني وهو كان راجل حاج ووالدتي حاجة الله يرحمهم، فهي يعني حبيت برضو الصورة تبقى جميلة. اتوفى سنة كام؟ سنة انت انا انا في السنين في التواريخ لا، من 35 سنة. طب ازاي من 35 سنة حافظ من كام سنة ومش حافظ سنة كام؟ لا عشان سألت محمد اخويا قلت له هو توفى امتى، الولد قال لي من 35 والحاجة من 25. من 35 يبقى توفى سنة 85 حاجة و80، لأن على الرصيف فعلا كانت حاجة و80، 89 ممكن 88. كنت وقتها بتعرض على الرصيف واخدت أجازة يومين؟ ما فيش، هو يوم يوم؟ اه جلال الشرقاوي ربنا يديله الصحة وقولي الصوان والعزا وكله، تاني يوم قال لي إيه؟ قلت له لا هعرض إن شاء الله. قدرت إزاي إنك أنت تضحك الناس؟ طبعا لما دي بتحصل لفنانين كتير يعني، اللي هو انه ما يقدرش يتسبب في اذى اسر كامله بتشتغل. فاول ما طلعت على المسرح طبعا مش داري انا بعمل ايه، ولا بس مع بدايه الناس التجاوب والضحك او الواحد بينسى نفسه زي بالظبط بيحصل لي انا، كان دايما يجي لي ديسك في اي مسرحيه لازم ظهري يقفش، لازم في كل مسرحيه، وكنت اشتغل وانا محني كده وبعد ربع ساعه ادفى اسخن انسى واشتغل. فهي دي اللحظه تقريبا اللي حصلت لي، ان انا فضلت متاثر اول مشهد بس مع الزملاء ومع الاحساس والناس، فالواحد بينسى. والدتك كان في مقدمات لوفاتها؟ اه عيد برضه. اتوفت بعد الوالد بكتير؟ بعشر سنين. الله يرحمها. الله يرحم. عرفت ازاي اليوم ده؟ حصل ايه؟ كنت جنبها؟ قدرت تودعها؟ كنت في المستشفى عندها وتوفت. وانت برضه موجود. طب محظوظ. الحمد لله. محظوظ انك انت تقدر انك يعني. لا وتابعتها طبعا فترة المرض زي ما تابعت والدي فترة المرض، الحمد لله يعني.
هم ماتوا راضيين عني، ده أجمل حاجة في الدنيا يعني، لأن كلنا هنتولد. يا ربنا يديك طول العمر. الحمد لله. كنت شغال في مسرحية برضو وقت ما والدتك توفت؟ آه، كنت شغال في كرومبي زبادي مسرحية، وبرضو كان مع سيد صالح الله يرحمه، وكل الفرقة الفنانين المتحدين جت عزتني، وبما فيهم عادل إمام وسامر خفاجة والناس كلها الحقيقة وقفت جنبي يعني. دعوة والدتك الدايمة كانت ليك إيه؟ أجمل دعوة في الدنيا. اللي هي؟ روح يا ابن ربنا يطعمك ما يحرمك. الله، دي اللي أنا عايش عليها. افتقدتها، بتوحشك؟ طبعاً. والدك كان بيدعي لك؟ جداً. كان يقول لك إيه؟ كان يقول لي روح يا ابن ربنا يكرمك ويوفقك ويبعد عنك ولاد الحرام. مشهور العيلة بيبقى كبير العيلة في معظم الحالات. كنت كبير العيلة لما نجحت واتشهرت؟ لا، من قبل ما انجح حتى لو في مشكلة بين اخواتي، لو في اي حاجة كانوا يلجأوا لي انا احلها، ما اعرفش ليه برضو، يمكن انا عشان طويل بس. كنت اطول واحد فيهم؟ لا، رضوان اخويا برضو. في قصيرين عندكم في العيلة؟ لا، احجام كويسة برضو. لسه عايش عقدة الموت؟ لسه بتخاف من الفراق؟ لا، مش بصي، انا مؤمن جدا حياة والموت وقضاء الله سبحانه وتعالى. لا، ما بخافش من الموت، ما بخافش من الموت، بس دايما اقول يعني يا رب حسن الخاتمة. يعني الواحد ايه بيتمنى انه يبقى في افضل حالاته لما يقابل وجه كريم يعني. كلنا بنتمنى دي. آه، بس انا اقصد لسه بتخاف على اللي حواليك؟ لسه. لا، جوايا دي. ربنا يديك طولة العمر. طلعت عليك أكتر من مرة بعد الشر عليك وسلامة قلبك. لا، إشاعات كتير، إشاعات الموت. ده أنا في مرة منهم واحدة بقى كانت جامدة جدا جدا يعني. أنا قاعد في المكتب ومراتي قاعدة فوق، وهي عارفة إن أنا تحت. ده لولا إنها عارفة إن أنا تحت كانت انهارت. عرفت إزاي؟ لأن في الفيسبوك بقى والكلام ده، وصور وصورة ليا من مسلسل وأنا في غيبوبة. وفاة أحمد بدير، ولقيت تليفونات 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 لغاية الصبح، تليفونات والله. واحد ألو، أقول له أيوه، يقول لي ويعيط، أقول له في إيه، يقول لي لا أنت ما قريتش. فكانت بشعة. لا طبعاً، ده دي أصعب مرة. بتتضايق لما تقرأ؟ لا، بتضايق، لأن لو هم مش عارفين ان انا تحت في المكتب، لو مراتي بالذات مش عارفه، كان ممكن يحصل حاجه. فهم بيأذوا اللي حوالين الانسان بس، انما هو حد بالاشاعه هتموت حد ولا هتصحي يعني؟ ده ما بيخضنيش ولا بيقلقني على فكره، بس بيزعجك. بيزعجني عشان اللي حواليا. بالقلم الاحمر تعلم على ايه في الفتره اللي احنا اتكلمنا فيها من حياتك دي؟ تعلم على ايه فيها تفكر دايما بنفسك، تقول يا احمد عمرك ما تنسى ده في الفتره دي؟ مش هعلم بالاحمر يعني، انما هقول هاو. ازاي الظروف دي والوضع ده والبدايه بتاعتي دي جمله وجملتين، وربنا سبحانه وتعالى يكرمني وابقى في الوضع اللي انا فيه. انا حاسس ان ده كتير عليا. بدعاء الوالدين؟ ده اكيد يعني، حاسس ان ربنا اداني فعلا اكثر مما اتمنى او احلم بيه حتى يعني، ما كانش في خيالي خالص بجد والله. وكل مرحله اطلع السلمه فيها أقول إيه الكرم ده؟ مع إن لما كنت أشتغل في عمل مثلاً ولاقي اسمي 10 اسم، أقول الله، اللهم لك الحمد، ده كده رضا قوي. أنا مش عايز أكتر من كده. أبص لأني بقيت السابع، أقول الله، إيه ده النعمة دي؟ حتى في الحاجات المادية يعني، لما فين وفين، لما جبت عربية 27 مثلاً، كانت بتاعت معالي زياد الله يرحمها، خدتها ب 3000 جنيه منها، قلت بس دي عربية العمر، مش عايز غيرها، هي دي اللي استمر بيها. فربنا يكرمني واتنقل العربية، اقول بس كفاية. حلوة قوي يعني، الحمد لله، ربنا كريم قوي قوي قوي.
كلمني عن المراهق العندليب. في اعدادي كان في الشارع الرئيسي كده في بنت ساكنه لذيذه كده في اعدادي، شكلها لذيذ قوي وكيوت قوي كده، فكنت دايما اخرج قبل المدرسه بشويه عشان اشوفها، بس ابص عليها وهي تنزل اتني ماشي ورا اللي هو حب من طرف واحد بتاع زمان. لغايه ما عرفت اسمها والفت مسرحيه وخليت البطله اسمها اشجان على اسمها. واشجان عرفت انك لا لا ولا شافتني ولا تعرفت. انا اروح تخش المدرسه قبل خروجهم اروح برضو اقف لغايه ما اشوفها ماشيه ابص لها بس. دي يعني دي ده الحب. وخلص الحب ده ازاي؟ لا ما انا ما فيش، هي عزلت باين ولا ايه. لا بس في الفصل بقى لما المدرس يقول الهوايات بتاعه الناس ما فيش تمثيل بقى في الفصل، فاقول له انا بغني، فطب اطلع غني، فغني لعبد الحليم خساره خساره فرقت يا جماعه. لاشجان. لاشجان برضه. لاشجان. هي كانت جاره؟ بس لا بس هي يعني بعيد، انا في زنقور حاره كده، انما هي في الشارع الرئيسي وفيلا كده وبلكونه وشغلانه يعني. مش جاب ما كانش ينفع. لا ما كانش ينفع ابو 50 قرش ده يبص فوق. اول بنت عجبتك وحبيتها كانت اشجان، هي دي حب من طرف واحد. عشت بقى كم حب من طرف واحد؟ لا بصي انا ممكن من طرف واحد ده كتير، مش حب يعني، انما ممكن ايه، اصل انا المراه بالنسبه لي مش اي حاجه غير الوش بس. مش اي حاجه غير الوش يعني ايه؟ ما بهتمش الا بوش الانسان، لو وش واحده عجبني ابقى مستمتع ان انا ببص لها وخلاص، بصرف النظر عن ان تعرف ما تعرفش، بس احب ايه العين تبقى شايفه حاجه كويسه. يعني حتى في المسرح لما كنت اعمل مسرحيه وفيها دور مثلا كاركتر واحده وحشه ارفض انه يجيبوا واحده وحشه. بجد؟ لا لازم واحده حلوه برضه عشان الناس ذنبها ايه؟ عشان الناس ولا عشان انت ذنبك ايه؟ عشان انا كمان لما امثل اعرف امثل بنفس. طيب احكي لي عن شقاوه الجامعه، اكيد كان فيها مواقف تهلك من الضحك. ما هو كان اكترها في المسرح. ما انا بقول لك باكل اشرب عايش نايم قايم، هو الفن. بتحب في المسرح؟ انا بتكلم على البنات. لا ما شقاوتك في الجامعه مع البنات؟ لا 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 والله كانت اصل لو في عمل فني لا يمكن ابص لحد. طالب في الجامعه ومعاه زميلات. لا لا انا بس كفايه ان انا الكوميديان بتاعهم واللي بضحك وكده ولذيذ وخلاص. ما هو اللي بيضحك ده احنا بنحب ايه؟ ما حدش بص لي ما اعرفش ليه، مع اني كنت اياميها بشعر والله. وعينك خضرة فاكر؟ كان شعري اصفر وعينيا خضرة. لا لا ما كانش ليه اهتمامات خالص. ما كانش ليكي اهتمامات ولا هم؟ وهم ما كانش ليهم ما كانش ليهم اهتمامات. رغم ان احنا البنات بنحب اللي يضحكنا قوي، يعني الراجل مهما كان حلو لو دمه تقيل مالوش لازمه. والله يمكن حبوني بس انا اللي تقيل شويه. بس انا اللي ما خدتش بالي. اول حاجه بتلفتك في الست وشها، قلت لي نمره واحد. بعد كده؟ بعد كده ما فيش حاجه. نمره اتنين، ما هي هتلفتك شكلها حلو. دمها بقى يبقى خفيف، ما تبقاش مكلكعه، ما يبقاش دمها تقيل، ما تبقاش أسوأ صفة طبعاً في أي إنسان مش الست بس، الغباء يقتلني. بس الرجال عادة ما بتحبش تتجوز الست الذكية. لا طب أنا متجوز أهو. متجوز واحدة وشها حلو وذكية؟ جداً. أنا عارفة إن هي حلوة ما شاء الله زي القمر. لا وذكية. وإنتاجها بان يعني. وذكية جداً. كمان؟ أهو ده بقى الحب الأولاني اللي بيقولوا عليه. كانت بنت جيرانك؟ مراتك كانت بنت جيرانك في حدائق الأم؟ أخوها الله يرحمه محمود الطوخي المؤلف. صاحبك ومؤلف. بس كان ساكن جنبك؟ يعني ما فيش شارعين يعني. وحبيتها في باريس ما حبيتهاش في مصر؟ لا في مصر أصل أنا اتعرفت على أخوها في مصر، وبعدين أبوه كان شديد الله يرحمه، حماية كان شديد، حماية كان شديد شوية. وكنت بتخاف منه؟ كنت أطلع على السلم أخبط وأنزل جرش
ده هو اللي يفتح لي. ففي مرة خبطت فالباب اتفتح، فهي اللي فتحت الباب أول مرة أشوفها. أمال إيه حكاية إنك قابلتها في باريس؟ لا، باريس ده رحلة بعد كده ودفعت دم قلبي. أوكي، فتحت لك هي الباب فشفتها. حاجة بقى قمر، دخلت هنا بقى رشقت زي ما بيقولوا. فبقيت كل يوم أتعمد أروح له بدري علشان أخبط عشان أشوفها بس وخلاص. وهي كانت بتتعمد تفتح الباب؟ لا لا عادي، ما كنتش لفت نظرها؟ لا لا خالص. بس جه هو قعد في شقة في القصر العيني، وهي كانت معاه قاعدة يومين. فأنا رحت فشفتها في اليوم ده، فقلت لا مش هسيبها بقى صراحة. عبرت لها؟ قلت لها على طول انت عجباني؟ لا، بان من تصرفاتي. بان من تصرفاتي. قلت لها نجيب حاجة نتغدى. قالت لك ايه؟ فقالت نتغدى، قلت لها هجيب كباب وكفته. جبت نص كيلو بس. على قد هو يا دوبك. هو الكفته، هي كباب وكفته كان البدايه يعني. هي اللي عملت الود. فكلمت محمود قلت له بقول لك ايه، انا عايز اتجوز اختك. بس لما جبت الكفته محمود كان بياكل معاكم؟ هو سابنا ناكل لوحدنا بقى ونتكلم. هو حس ان انا عايزها بقى من غير ما تقول له؟ لا، هو حس، هو مؤلف. وحس ان انا جاي مخصوص. كان راجل منفتح. لا لذيذ محمود الله يرحمه. الله يرحمه يا رب. انا بقى لما قلت لها نتجوز لا املك شيئا. كنتوا بتاكلوا الكفته؟ لا بص، انا بحب عيش المشهد. التفاصيل. انا يعني اموت في التفاصيل. حاطط طبق الكفته. وبتاكل. لا، انت وهي. ايه؟ بديها بايدي. الله الله، من اولها كده. فهي مكسوفه وميرسي وكده. وبس، والعين دخلت في العين وخلاص بقى. عجبتها؟ انا بالنسبه لها اعتبرتني محمود ياسين الله يرحمه. شايفاني محمود ياسين. شايفتك قمر. لا وانت يعني. لا والله. وانت جميل. نسيت ان مفيش شعر، نسيت ان مفيش اي حاجه. الحمد لله يعني انها ما خدتش بالها. بس فقلت لمحمود فكلمها، فحس ان انها موافقه، فقال لي طيب خلاص. وقتها ما كنتش النجم يعني، ما انبهرتش بالنجم؟ لا لا لا، ما كنت. ده انا اياميها بقى اللي هو كان يا دوبك اعمل مسلسل اخد فيه 1000 جنيه مش عارف يعني. كومبارس؟ لا يعني ادوار ثانويه يعني. كومبارس. وما كانش عندي العربيه لسه، ما كنتش جبت العربيه ام 3000 دي بتاعت معالي الله يرحمه، وما كانش عندي شقه. يبقى كان بقى فيها قصه حب جامده، لا عربيه ولا شقه. ولا وهي نجم. وهي عارفه ده. وهي زي القمر. ووافقت. يبقى كانت حاسه بحاجه. مشاعر. الظاهر ان انا جامد برضه. الظاهر انك جامد. شراره. والله وافقت. ومحمود كلم ابوه الله يرحمه، قال له احمد عايز يتجوز، قال له اشتغلي، قال له هو بيمثل وبيقبض 12 جنيه. بيمثل. قال له ده هيبقى كويس قوي، اسمع كلام. فالمهم، وهي طبعا موافقتها هي اللي فتحت الباب. فلما وافقت خلاص اوكي هنتجوز. طيب هنقعد فين؟ واحده واحده عشان التفاصيل. ماشي. يعني ما عندكش شقه، مرتب 12 جنيه. مش مرتب، ده حسب حسب الظروف. كنت وقتها بتشتغل بتاخد 12 جنيه لما تشتغل. كان معايا 200 جنيه محوشه. هم اللي جابوا لك الشبكه؟ وانا هقول لك. فروحت اليوم اللي هاخدها فيه نروح نجيب الشبكه. فابوها قال لي تعالى عايزه. راح مدخلني الاوضه، راح مطلع 300 جنيه، قال لي خد عشان لو بنتي طلبت حاجه اكتر يبقى معاك 500. شوف الراجل الجميل. ده دي حاجه. فجبنا 500. طب الشقه؟ فحماتي الله يرحمها برضه قالت لها، قالت لمحمد ابنها الله يرحمه، كل الله يرحمه، هو اختك هتتجوز، انت عندك شقه اللي هي في الجبل الاخضر دي تبع المساكن الشعبيه دي. ما تديها لاختك تتجوز فيها. قال لها حاضر. فاخدت انا الشقه دي اتجوزت فيها. يعني اشتروا راجل؟ بصراحه راجل مفلس.
بس راجل بس كده اهم حاجه. شفت بقى بقول لك ليه ان الست بتحب الراجل اللي يضحكها؟ تلاقيك ضحكتها وانبسطت، قالت الله هعيش عمري كله بضحك يا عيني، واتدبست. وتلاقيك لما اتجوزتها اديتها الوش الجبس. لا ما اديتش الوش، انا من نوع اللي بيسكت اللي ما بيتكلمش كتير، ودي مشكله. بس بحاول. الخرس الزوجي ضرب من الاول. لا والله اصل انا طول عمري لما حتى في البيت عند ابويا الله يرحمه كنت بقعد في الاوضه اللي هي في شقه اختي وانا اوضه لوحدي، انا ما يعني انا ممكن اقعد في المكتب عندي. عارفة الكورونا دي لما جت أنا الوحيد اللي بتضايقتش، مش ما اتضايقتش إن في كورونا، لا يعني ما اتهزتش قوي لأن أنا بطبعي بقعد في البيت. قاعد في البيت يعني ما أثرتش فيا، لأن أنا ممكن أقعد 20 يوم قدام التلفزيون وما أتحركش، فما كانتش طفرة بالنسبة لي أو حاجة جديدة يعني. كنت بتترعب من حماك إن هو أبو صاحبك؟ كان لما يفتح الباب وهو أبو صاحبك بجد، لأن هو كاره ابنه وكاره حتة التمثيل والتأليف برضه. جات لك الجرأة وأنت رايح تطلب أغلى ما عنده وأنت مفلس؟ مهد لي بقى محمود. بس كنت أكيد مرعوب لما قابلت. طبعاً طبعاً. لا اكتشفت إنه الراجل طيب جداً. يعني هو وحماتي زي أبويا وأمي الله يرحمه، نفس التركيبة بتاعت زمان الطيبة الحنينة. ادولك البيت بتاعهم في الجبل الأخضر عشان تسكن فيه؟ اداني الشقة بتاعت وأنا بقيت أدفع الأقساط بتاعتها الباقية. رحت بقى فرشته وجبت تلاجة وغسالة؟ شقة 90 متر. لا ما جبناش تلاجة في الأول. عملت إيه؟ كنا بنحط الأكل في البلكونة عشان ما يحمطش. شاف الضنك معاك. والله مش كده؟ قدمت على تليفون اخيرا بقى بشتغل مسلسلات ادوار صغيره مش عارف ايه، فقدمت على التليفون الارضي، فكانت فرحه عمري بقى و3000 جنيه اياميها كانت تقديم حاجه كده او 2000، وقدمت على التليفون وفي الصاله الصغيره كده انا قاعد كل يوم تلاقيني قاعد جنب التليفون مستنيه يرن مستني اوردر يجي لك اوردر. فيوم يعدي مفيش التليفون ما رنش. قالت لي انت قاعد جنب التليفون ليه؟ قلت لها مستني اي بس اوردر يجي لي. قالت لي طب هو انت اديت التليفون لحد الرقم لحد؟ قلت لها لا. الله لا ده انا ما اديتوش لحد. بس هو حيرن مسير ويرن. فرحت طبعا تاني ورحت التلفزيون بقيت اعدي على كل المكاتب اديهم نمره التليفون عشان يرن. وبعدين لما كان يجي لي حاجه فاقول لها واحنا ما معناش فلوس، اقول لها الدور تقول لي لا مش حلو يعني حاجه كده اكل عيش اعمله اكل عيش، تقول لي لا. ما كانتش بترضى رغم ان ما فيش فلوس. شوف بتحبك قد ايه. والله تقول لي لا ما تعملوش، اقول لها بس عشان مصاريف، تقول لي لا مالكش دعوه، تروح لمامتها من ورايا تاخد منها قرشين. عوضتها؟ عوضتها بساره ودعاء الحمد لله. هي اللي عوضتك بصرا ودعاء. عوضتها عن ايام اكيد يعني الشقه اكيد يعني حته باريس دي ولندن. احكي لي بقى عن حته باريس. لا رحنا باريس ورحنا لندن ورحنا. ده امتى بعد قد ايه من الجواز؟ لا بعد فتره. ما هي دي المشكله بقى بصراحه، فتره الجواز ارتبطت بفتره الكفاح، فترة يعني الجرج ورا الشغل، فطبعاً قعدت فترة طويلة برضو. لا هي بتربي وأنا بشتغل عشان أجيب فلوس، فطبعاً برضو ما استمتعتش قوي في فترة كبيرة لغاية ما بدأنا ترتاحوا نرتاح، فبدأنا بقى نسافر نتفسح. ربنا يخليكم لبعض. ربنا يا رب يخليك. ما حسيتش وانت وسط اهلك وسط ابوك وامك واخواتك العشرة ما شاء الله وانت الحداشر بالعزوة؟ طبعا. ما حسيتش انا بده؟ ليه؟ لانك ما خلفتش غير دعاء وسارة. واحد عايش مولود في بيت عيلة كبير تروح مخلف اتنين بس؟ وعشان هي مثقفة. الوالدة كانت ثقافة الحياة هي اللي ثقفتها. لا كنا دخلنا بقى في حتة طبعا يعني مش مسألة عزوة بقدر انت ما بتخلفي
ناس تقدر تعيشيهم سعداء ومبسوطين و... مش عايز تحرمهم من حاجة. وبعدين لما جبت البنات ما فكرتش ان انا اجيب ولد. ما ده اللي انا كنت هسأله خالص. وحتى يعني العرق الصعيدي اللي فيك حتى لو ما رحتش الصعيد. لا خالص الصعيد. سبحان الله. يعني انا دايما كان قبل الجواز اقول ولد ولد. لما جت سارة فرحت فرحة الدنيا، لما جت دعاء فرحت فرحة الدنيا، وخلاص رضا. جالي بقى حفيدي ياسين، هو ده الراجل بتاعنا بقى. يعني عندي فرح حفيدة وياسين، فياسين ده الراجل بتاعي بقى. قبل ما اوصل لياسين، فاتن الفاتنة ام سارة كانت هي اللي ربت بناتك، هي اللي ربت سارة ودعاء. كنت شايل ايدك من المسؤولية، كسل ولا كسل؟ لا مش كسل، جهد علشان اوفر لهم حياة كويسة. يعني درجة النصارى دي يوم ما اتولدت كنت أنا في المستشفى معهم الفجر، وسافرت الظهر علشان عندي مسلسل في عجمان، ورحت عملته في نفس اليوم عشان خاطرهم. لا هي تضحية الأم بتبقى أكتر أكيد يعني، إنما الأب برضو بيبقى غصب عنه إنه عايز يشتغل وعايز يأمن لهم حياتهم وعايز يساعدهم، بس ده ساعات بيجي على حساب العيشة الأسرية شوية بصراحة. دعاء برضو ما حضرتش ولادتها؟ لا حضرت. دعاء بنتك كانت حابة تمثل، وقلت لها وكتاب الله المجيد ما هيحصل. يعني كانت غاوية بس زمان وهي صغيرة، بس لا ما مش تمثيل يعني، أنا كانت تحب تقلد إنما مش تمثيل يعني، ما لا مش كان عندها رغبة. خريجة إعلام. أنت اللي دخلتها إعلام أنت؟ لا والله حبيت إنها تحود عشان ما تمثل. لا والله تصدقي بقى إن أنا يعني إعدادي والثانوي وجامعة إعلام وأنا ما أعرفش إن هم في سنة كام بجد. وصار كده برضو إعلام القاهرة ودعاء إعلام عين شمس أدب إعلام. فعلا أنا كنت مقصر، أنا كنت مامتهم هي اللي كانت شايلة المسؤولية كأب وأم يعني، هي اللي شالت المسؤولية. بس نقطة أنت ما كنتش عايزها تمثل. لو أنا جواه يعني لا عايز لا سارة ولا دعاء يمثلوا، مش عشان حاجة، عشان أنا عارف مدى الشقة والجهد والمجهود والإرهاق والتعب، ودايماً الأب ما يحبش ابنه أو بنته يعيش الظروف اللي هو عاشها، لأن أنا الظروف اللي عشتها لا ربنا كرمني فيها، ده فضل من عنده إن أنا مع صعوبة الوسط وصعوبة المجال إن أنا أنجح أو أصل إلى شيء، لا ده بفضل الله سبحانه وتعالى. بس ده ممكن ما يتوفرش لكل حد، لكل إنسان، ودايماً الأب بيبقى عايز يدلع بناته ويهننهم ما يتعبهمش ما يعذبهمش. قلت لي دلوقتي إن مدام فاتن مثقفة عشان كده ما خلفتش غير اتنين، قعدتها في البيت وما شغلتهاش عشان نسي السيد اللي جواك؟ لا والله لا. أمال ما اشتغلتش ليه؟ لا هي من نفسها، أنا ما فرضتش، رغم إن الظروف اللي بدأنا بيها كانت تستحق إنها تشتغل يعني أو كده، لا هي من نفسها جان معاها فبتحافظ عليها. أيوة طبعاً مضطرة إن هي عشان طب بمناسبة الجان اللي بتحافظ عليه، غير أم البنات متجوز كم واحدة؟ ده أنا؟ لا والله مش متجوز. لا خالص، عشان انا الحقيقه من اول ما وعيت على الدنيا. شوفي زي الاشاعات بتاعه الموت، هتلاقي اشاعات الجواز، هتلاقي اشاعات كتيره جدا. بس دايما احمد بدير اتجوزت في السر، اتجوزت عرفي، اتجوزت على مراتك، اتجوزت كم مره؟ اعترف، لحظه الحظ ما تتعوضش. ما اقدرش، مش خوفا من حاجه، انما لان دي طبيعتي، انا بحب الاسره، بحب الكيان. لو قدامي سوري يعني ملكة جمال وأنا عندي زوجتي هي أحسن منها. أكيد أم البنات بتثق فيك جداً. وسمعت إشاعات كتير. بس قبل الثقة دي أكيد كان في شك، زي أي أنثى ممكن تغير على الراجل بتاعها، فأكيد كانت بتشك فيك. لا بتغير طبعاً أكيد. وشكت فيك؟ لا غيرة، إنما شك يعني، هي ممكن تغير وتلمح إنها في حاجة، بس هي من جواها عارفة إن أنا لأ.
يعني كانت الثقة بتغلب. طول السنين اللي فاتت مدام فاتن ما بتظهرش معاك في مناسبات، ظهرت معاك قريب المهرجان الكاثوليكي للسينما. ده انا اتحيلت عليها. انت اللي اتحيلت؟ اه والله. عشان تنفي إشاعة جوازك الأخيرة؟ لا 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 لا، بالعكس، ده كان جايزة مهمة، وأنا كل مناسبة أقول لها وأتحايل عليها هي ترفض. ما بتحبش لا. الأضواء؟ لا خالص خالص. وبعدين حتى ملناش صداقات فنية حتى، يعني نروح نزور حد، حد يزورنا. أنا ليه أصحابي الرجالة اللي بيقولي بقى، الممثلين أصحابي اللي بيقولي عندي، ده حاجة تانية. إنما هي لا، بعيد عن الجو ده خالص خالص. أنت مبسوط كده؟ آه أحسن. الحمد لله على سلامة سارة وبنتها من الحريقة اللي حصلت. الحمد لله. أول ردة فعل منك أول ما سمعت الخبر عملت إيه؟ أنا جريت حافي، لأن هم ساكنين بعدية بشارع في نفس المكان يعني. فلقيت سارة بتقولي الحقني يا دي، مش عارف في حريقة في البيت، الشقة بتولع. كانت فين؟ قالت لي في شارع. قلت لها طب خليكي، ورحت جارج. لقيت بعيد عنك بقى نار ودخان رهيب، والمطافي ما تأخروش الحقيقة، جم بسرعة وخراطيم بقى وقعدوا يطفوا. المهم ان انا شايفهم واقفين جنبي، بس ده اللي همني. بسبب ايه؟ المكيف. بتاع التكييف قال لي ده اكيد الوصلة والسلوك. بتاع الكهرباء قال لي لا، ده التكييف العلبة مش عارف المية عملت ايه، ضربت ايه، ما تفهم. المهم ان الخلاصة ربنا ان ربنا نجاهم. اللهم لك الحمد. ده كان ربع يوم العيد. الحمد لله على سلامتهم. اللهم لك الحمد. سارة كانت هي اللي بتوجهك دايما، لسه بتوجهك ولا انشغلت ببنتها وجوزها وبيتها؟ لا، سارة اصل يعني ميولها الفنية كتيرة، يعني هي بتكتب، كاتبة فيلم وكاتبة كتاب وحاجات ليها ميول فنية فعلا. واشتغلت مذيعة فترة، سواء في المحور أو في التحرير، كان قناة. وما كملتش؟ لا ما كملتش. ليه؟ لما جابت فرح بقى، فاهتمت بأنها تبقى مدربة يوجا. يعني ده ما شاء الله عندها مواهب كتير. بس هي فنيا شاطرة. لسه متابعاك؟ متابعاني وبتقول لي رأيها وبتقول لي ملاحظات، ولذيذة وبستفيد فعلا. جوزتهم دلوقتي وخلوك بابا جده، بقيت بتقعد مع ياسين وفرح أكتر ما كنت بتقعد مع سارة ودعاء؟ بالظبط، لأن أنا سارة ودعاء كان مرحلة الكفاح، فما شفتهم، مش مامتهم هي اللي ربتهم. فرح وياسين ده بقى متعتي، إن أنا حاسس ده إحساس جميل، اللي هو يقولك أعز الولد ولد الولد. ده فعلا لما بشوف فرح وياسين صغيرين بنزل بسني لسنهم، فبحس إن أنا لسه طفل. ما كنتش بتقعد مع بناتك؟ ما قدرتش تمارس عليهم الأب المحافظ؟ لا. ما أنت ما كنتش بتقعد معاهم؟ لا لا، بس هم عارفين إن أبوهم صعيدي برضه، يعني حتى لو ما راحش. لا لا، ومامتهم برضو يعني متمسكة بالقيم والتقاليد والعادات بتاعتنا وكله، يعني الحمد لله. عادات الصعيدة ولا عادات مصر؟ عادات مصر العائلية الطبيعية معتدلة يعني. معتدلة. فرح وياسين بقى عندهم كم سنة؟ 13 و14. ما شاء الله حبايبي، ربنا يفرحك بيهم يا رب. بالبنت العريض تقول لمدام فاتن ايه؟ رفيقة عمرك تقول لها ايه؟ لا اقول لها كتر خيرك انك استحملتيني، استحملت ظروفي وحملتك المسؤولية بدري وشيلتك العملية الشيلة كلها. لأن مهما كان المادة مش هتقابل الاحتضان والتربية، ده ما يسويش ده أبداً. المادة دي يعني وسيلة بس، إنما الغاية الرئيسية هي تربية البنات. فهي تعبت واستحملت كتير
واستحملتني بظروفي واخرج ارجع للصبح لا يعني ربنا يحفظها ويخليها زوجة محظوظ بيها جدا جدا. وده الوش ده كان نفسي فيه من زمان. ده الوش؟ الوش اللي كان نفسي فيه. أيوة هي ما شاء الله عليها. توصي سارة ودعاء بإيه؟ بصي أوصيهم بالاعتدال في كل حاجة، بوصيهم بالقرب من الله دايماً، وهم الحمد لله بيصلوا كويسين. بوصيهم إن ربنا يسعدهم ويسعدوا أولادهم ويعيشوا حياة جميلة إن شاء الله. توصي جوازهم بإيه؟ إن هم يحافظوا عليهم. ربنا يخليك ليهم يا رب. ربنا يخليك. كنت أقصد من البداية إنك تكون كوميديان ولا جت بالصدفة؟ بيرفع مسدس على محمود المليجي يقول له هقتلك. يا أفيش يا مفيش. أنا خدت أكتر من اللي أنا أستاهله. ابتدت نجوميتك من ريا وسكينة. قولوا له خلاص هبعت اخد النسخه وانا هجيب اسوأ ممثل فيك يا مصري يعمل الدور. خدت عمرك جايزه واستغربت؟ بروح في اي مكان في اي دوله عربيه الحقيقه بقى استقبل استقبال الابطال. بين نجوم المسرح ترتيبك كام؟ اخر واحد لان انا طويل فحبابي. Thank you.